من خلال نهارك سعيد، وكل سنة بنتكلم عن اليوم العالمي للنوم، وكل مرة بنبقى مستغربين جدا بعد كده بنتكلم عن الموضوع بنفهم عنه أكتر. الحقيقة مشاكل النوم وأمراض النوم، واللي ده اللي احنا عرفناه برضو من خلال نهارك سعيد ومن خلال ضيفنا اللي بينورنا للمرة التانية، إن النوم مش مجرد مشاكل، في فعلا أمراض النوم وممكن فعلا تأثر على حياة الإنسان لدرجة ممكن تكون خطيرة جدا وتأثر في كل حاجة من جوانب حياته. الجمعة الجاية هو اليوم العالمي للنوم، هنعرف أكتر عن اللي هيحصل في اليوم دوت، وهنعرف أكتر إيه هي أمراض النوم للي ما كانش سمع قبل كده، من خلال ضيفنا اللي بيشرفنا للمرة التانية النهاردة، وهو الأستاذ طارق أسعد، مدير معمل النوم بالمجمع الطبي بعين شمس. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب. أولا عايزين نتكلم على، أو يعني للسادة المشاهدين اللي لسه ما يعرفوش عن الموضوع دوت، النوم دايما يقول لك أنا عندي اضطرابات نوم أو مشاكل في النوم، تمام، بس هي فعليا أمراض. أمراض. هو النوم في أمراض كتير جدا، يعني عددها يفوق 84 مرض، لدرجة أن هما الطب النوم انفصل عن فروع الطب. يعني من سنة 1994 بقى معترف بطب النوم كتخصص مختلف، يعني لوحده، قائم لوحده بذاته، قائم بذاته، لأن أمراض النوم كتير جدا، والحقيقة صعب أن واحد يكون طبيب تخصص تاني ويقدر يلم بيها كلها، فعشان كده بقى في فرع متخصص اسمه طب النوم. فالامراض كتير جدا، مش مجرد ارق، مش مجرد نوم كتير، لا، دي يعني امراض كتير، ومنها كمان امراض طبيه وظواهر طبيه بتحصل اثناء النوم. زي ايه بقى؟ يعني احنا بنقسم عموما امراض النوم الى اربع اقسام رئيسيه. القسم الاولاني اللي هو الارق، اللي هو الصعوبه في الدخول او الاحتفاظ بالنوم، وده وراء اسباب كتير قوي، منها اسباب نفسيه، منها اسباب عضويه، منها سوء استخدام عقاقير، يعني دي شعبه من الشعب الكبيره بيندرج تحتها امراض كتير. القسم الثاني وده الاخطر وده اللي التركيز عليه الحقيقه، اللي هو الميل للنعاس اثناء النهار، اللي هو النوم الكتير، مش بس عدد ساعات النوم، لكن النوم في اوقات مش مفترض ان انا انام فيها. ليه في تركيز عليه؟ لان كتير قوي من المشاكل اللي بتحصل لنا في حياتنا بيكون سببها دوت. يمكن في تركيز من اليوم العالمي للنوم على الجزئيه دي، ان هو حاطط شعار معين من ضمن الأهداف الرئيسية، حتة ربط النوم بالسواقة، لأن اكتشفوا أن الحواد كتير جدا من حوادث الطرق بيكون سببها مشاكل في النوم. السرعة عندنا كتير جدا، كتير جدا جدا، حضرتك لن تتخيل. أنا يمكن شخصيا اتعرضت لحاجة زي كده. يعني كنت في مراكب ليموزين مرة مع سواق، وهو للأسف محتاج أنه هو يطبق، عشان ياخد فلوس أكتر، ما كانش نايم كويس، وعملنا حادثة فظيعة جدا. مشاكل النوم عامل رئيسي قوي في حوادث المرور، عشان كده في دلوقتي توصية من الجمعية العالمية لطب النوم، ان اي واحد بيسوق خصوصا مسافات طويلة لازم يخضع لحاجة اسمها اختبار قيادة، بيشوفوا هل هو بيقدر يحتفظ بتركيزه ولا لا لفترات طويلة، وبيعملوا له اختبار على حاجة سيميليتر، يعني بيقف كده قدام شاشة زي الأتاري كده، اللعبة دي زي بلاي ستيشن أو غيرها، وبيبقى فيه خط وبيشوفه بيحسبه بدرجة معينة قد إيه بينحرف عن الخط، بيسيبوه ساعتين على الجهاز ده. أي واحد، وكل شوية بيعملوا الحكاية دي، أي واحد بيبقى عنده مشكلة في الحكاية دي ما بيسمحلوش بالقيادة غير لما يتعالج. فده تاني شعبة من اضطرابات النوم، اللي هي النوم الكتير أثناء. وطبعا مش هحكي لحضرتك عن المشاكل اللي انا بشوفها، يعني طالب نام في الامتحان وراح عليه الامتحان، واحده نامت قدام فرن واتحرقت، مشاكل كتيره جدا بتيجي من النوم في الاوقات اللي غير مطلوبه. دي وراها اضطرابات كتير، يعني ورا ديت بيبقى فيه الاختناق التنفسي اللي بيجي بالليل، بيبقى وراها حاجه اسمها النوم الانتيابي، في امراض، يعني دي شعبه وراها امراض كتير. ثالث حاجة أو ثالث قسم من اضطرابات النوم بنسميه الظواهر المرتبطة بالنوم. المشي أثناء النوم، الناس اللي بيتكلموا وهم نايمين، اللي بيجز على أسنانه، والتبول الليلي لا إرادي، لدرجة إن في بقى دلوقتي كمان الاضطرابات السلوكية اللي بتحصل أثناء النوم، العنف أثناء النوم. يعني الواحد ممكن يقوم ويتصرف تصرف عنيف وهو مش دريان هو بيعمل إيه. فدي بقت شعبة ثالثة. الشعبة الرابعة هي الحاجات الطبية المرتبطة بالنوم، يعني كتير من المشاكل الطبية ممكن تحصل أثناء النوم، يعني أن الواحد يجيله صرع وهو نايم، أن يجيله مشاكل في التنفس، كل الحاجات دي بتخش تحت القسم الرابع. طيب أنا حاسس أن هي درجات وكل درجة تصاعدية أكتر من اللي قبلها، هل ده مظبوط؟ هي أنواع، وتحت الأنواع دي بيبقى فيه اضطرابات، كل طبعا اضطراب بيتراوح ما بين أنه يكون بسيط إلى اضطراب لا ممكن يكون مدمر.
طيب في حد بيصحى من النوم يقول لك انا، او يعني بيجي له فترات كده في الشهر او في السنه، قال لي من دول ما بنامش كويس، فجاه لوحده، وفجاه يبقى بينام هايل، وفجاه يبقى بينام كتير، وفجاه يبقى بينام قليل، وعمره ما هيفكر ان دوت مرض او ان هو عنده مشكله فيروح للدكتور. امتى ابتدي اقول ان انا عندي مشكله هو غير بقيه الناس يعني؟ سؤال حضرتك مهم جدا، وده يمكن التوعية اللي احنا عايزين نقولها. هل اي واحد بيجي له ارق مرة او مثلا مرتين في السنة جاله الحكاية دي محتاج ان هو يروح لطبيب ويتعالج؟ لا، احنا بنعتبر اضطراب النوم خصوصا الارق له اهمية اذا كان متكرر. يعني احنا بنقول اذا كان الواحد اكتر من 3 ايام في الاسبوع بيعاني من مشكلة في النوم، وكرر الموضوع ده على مدى 4 اسابيع، يعني كرر لمدة شهر، يبقى في مشكلة. يبقى في مشكلة، وخصوصا إذا كان ده مأثر على الأداء بتاعه. يعني بسبب مشكلة النوم ما بقيتش أقدر أنتظم في الشغل بتاعي، بسبب مشكلة النوم مانيش عارف أركز، مشكلة النوم عملت لي حالة نفسية، بقى طبعا عندي اكتئاب، قلق، توتر. في الحالات دي لازم ألجأ لمتخصص. يعني مفيش داعي إن أنا أروح من نفسي. ما مين متخصص بقى يعني؟ أنا ما أعتقدش ناس كتير عارفة إن في عيادات نوم مثلا. لا، في دلوقتي الحمد لله بقى في معظم الجامعات عيادات متخصصة في علاج اضطرابات النوم. طبعا هو المفروض احنا دلوقتي اللي احنا بنحاوله ان احنا ندرس طب النوم لمعظم التخصصات، زي ما حضرتك بتقول لسه العدد ما هوش كافي، فمعظم الاطباء اللي هم الجداد دلوقتي هيبقى عندهم وعي بازاي اتعامل الأساسيات على الأقل. بالاساسيات وامتى احول. يعني لو حاله ارق انا ممكن اتعامل معاها كطبيب عام او طبيب تخصص اخر ممكن اتعامل معاها، بس في حالات لا، محتاج بقى ان انا ابعتها لمركز متخصص، محتاج اعمل فحص بمعمل النوم. هي دي الحالات اللي بتبقى محتاجه يعني معلش حد يكون عنده المام وخبره بالتعامل مع اضطرابات حضرتك النوم. قلت معمل النوم صح؟ اه، ايه معمل النوم ده؟ هو كلمه معمل الناس فاكره معمل يعني عينات دم، ولا لا، كلمه معمل مختبر. مقصود بيها مختبر، مقصود بيها اختبار. يعني معمل النوم هو وسيله للتعرف على معظم الوظائف الفسيولوجيه اللي بتحصل اثناء النوم. يعني في معمل النوم ده المريض بيجي ينام عندنا ليله، هو اوقات ليلتين على حسب هل هو اذا ما كانش قادر يتكيف مع الليله الاولى. وحاليا في اجهزه بورتابل، يعني ممكن ان انا حد يروح ويركب للعيان الجهاز في البيت في المكان اللي هو متعود عليه في الوقت اللي هو متعود ينام فيه، وبشوف انا من خلال معمل النوم رسم المخ، رسم العضلات، حركه التنفس، مقياس التنفس والاكسجين، رسم القلب، فبقدر اتعرف على ايه اللي بيتم في المخ وفي الجسم اثناء النوم. وبيؤدي لمشاكل اللي هو بيقول ان هي بالظبط، لان النوم مش مرحله واحده، النوم مجموعه مراحل. واحنا دلوقتي مش بنحكم على النوم الجيد بعدد الساعات فقط، بنحكم على النوم الجيد بالنوعيه. يعني النوم الجيد بالنسبه لنا ان الواحد يمر بكل مراحل النوم بالنسب مظبوطه. في اللي هي بيسموها الرم صح؟ الرام. اه، ايه الرام دي اللي هي قمه النوم يعني اللي هي ايه اللي هي؟ بالعكس الناس للاسف فاهمه ده غلط. مال. الرام كلمه رام اختصار رابيد اي موفمنت، اللي هي النوم مصحوب بحركه سريعه للعينين. الرام ده المرحله من النوم اللي بتحصل فيها الاحلام. وفي خلال المرحله دي الجسم بيبقى في حاله يقظه، الجسم بيبقى كله في حاله يقظه. يعني على عكس ما هو على عكس ما هو معروف يقول لك متوقع ان انت لو وصلت الرام يبقى انت كده بالظبط، تمام، علشان كده بيسموا الرام البارادوكسيكال سليب او النوم غير المتوقع ليه. لان الواحد بيبقى نايم ولكن ضربات القلب، لو انا بحلم ان انا بجري ضربات قلبي بتبقى سريعه كاني بجري، الضغط ممكن يعلى، تدفق الدم للمخ بيعلى، كل الحاجات دي، في ما عدا حاجه واحده بس، ان النشاط العضلي بيبقى متوقف تماما. عشان كده احد اضطرابات النوم اللي اكتشفت في الثمانينات لو النشاط العضلي ده ما توقفش هقوم وانفذ اللي انا بحلم بيه، ودي بقت مشكله. ان الواحد ممكن بيحلم ان هو بيعمل اي حركه عنيفه بيتحرك ممكن يقوم وينفذها لو حصل خلل في بدون الخليه. ارادته. اه طبعا، ده بيبقى مرض، ده اضطراب محتاج علاج. طبعا. الناس متخيله ان النوم العميق هو النوم الحالم، بالعكس النوم العميق هي المرحله الثالثه والرابعه، حاليا بيسموها المرحله الثالثه، دي بتحصل قبل النوم الحالم، ودي الاهم اللي بتدي للواحد الاحساس بالنوم. يعني هو في احياء تعبيرين الناس بتفتكرهم او بتقول عليهم هم مش صح، نايم وبيحلم ده دليل ان هو نوم حلو يعني عميق يعني، ونايم وبيشخر، الاثنين غلط. لان الشخير معناه ان الواحد ما بيمرش بمراحل النوم العميق. يعني المريض اللي نايم وبيشخر ده ما نحسدوش، لان الشخير ده بيبقى معاه توقف للتنفس لمده صغيره، فبيخلي نسبه الاكسجين للمخ تقل، بيزيد ثاني اكسيد الكربون، فبيحصل يقظه. فالمريض ده نادرا لما بيخش في مرحله النوم العميق. عشان كده
دي اكتر الاسباب اللي تخلي الواحد عايز ينام تاني يوم. ايه المراحل بقى بتاعت النوم؟ النوم بيتقسم الى 5 مراحل. المرحله الاولى والثانيه دول النوم الخفيف، المرحله الثانيه بتمثل 50% من النوم، المرحله الثالثه والرابعه دول بنسميهم النوم العميق، ودي بتمثل تقريبا ربع النوم، ودي مرحله مهمه جدا لان معظم الوظائف بتاعت النوم بتحصل في المرحله دي. علاقه النوم بالوظائف المعرفيه، علاقه النوم بالعمليات بتاعت الميتابوليزم والبناء بتحصل في المرحله دي. كتير قوي من الهرمونات بتفرز في المرحله ديت، دي من اهم المراحل الحقيقه، ودي اللي بتدي للواحد الاحساس بالنوم. يعني لو حضرتك نمت 10 ساعات وما مريتش بالنوم العميق ده هتحس ان كانك ما نمتش. طب ازاي اوصل لها؟ ما نوصل لها بان احنا نتبع تعليمات النوم طب الصحيح. الخمسه وبعد كده طيب. نرجع بقى ازاي اوصل؟ المرحله الخامسه اللي هي مرحله النوم الحالم او الرم. دي المرحله اللي بيبقى بتحصل فيها الاحلام، وبيبقى الجسم فيها في حاله نشاط مختلف عن بقيه المراحل. هو الواحد المفروض ان هو يمر بالمراحل كلها بس بنسب تكون يعني نسب صحيحه. يعني لو انا النوم بتاعي 20 الى 25% منه كان نوم عميق يبقى ده النوم جيد. احنا بنحكم على النوم الجيد بالكميه والكيفيه والوقت. فدي مهم جدا ان الواحد مراحل النوم بتاعته تبقى متوازنه. ايه يعني في ناس تقول لك انا بنام 6 ساعات وابقى تمام. تمام. في ناس يقول لك انا من وانا صغير انام 4 ساعات وابقى هايل. في ناس يقول لك مع السن انا قلت ساعات نومي مع السن، فانا زمان كنت محتاج 8 دلوقتي محتاج 5 وابقى زي الفل. هي دي حاجه شخصيه ولا هو كلام حضرتك في الثلاث حاجات دول صح. في ناس بنسميهم شورت سليبرز او ناس ذوي النوم القصير. دول الناس دول بيقدروا يناموا 6 ساعات ولكن بيمروا بكل مراحل النوم. عشان كده معنى ربنا كده يعني بالظبط هو ده استعداد، ومؤخرا اكتشفوا ان الاستعداد ده بيبقى استعداد وراثي بتتحكم فيه الجينات. يعني في جينات بتتحكم في ما يسمى بالساعه البيولوجيه، هي اللي بتحدد الواحد بينام عدد ساعات قد ايه وبيصحى امتى، وهي كمان اللي بتحدد هل الواحد بينام بالليل ولا بينام بالنهار. لان في نوعيه من الناس بيقدروا يقلبوا الليل نهار ونهار ليل، هو بطبيعتهم كده. يعني مؤخرا اكتشفوا العديد من الجينات، مش جين واحد يتحكم في الحكايه دي. تمام. فدي نقطه مهمه جدا، ان مش مهم عدد الساعات اللي انا بنامها. لو انا بنام 6 ساعات لكن بمر بكل مراحل النوم انا ما عنديش مشكله. تمام. حته بقى هل الواحد لما بيكبر النوم بتاعه بيقل؟ لا، هو لما بيكبر كعدد ساعات كليه للنوم مش بيقل كتير، لكن بيحصل لخبطه في الساعه البيولوجيه. فنوم نوم الليل بيقل على حساب ان هو بيبدا ينام بالنهار اكتر. يعني تلاقي الشخص اللي هو المسن بينام بياخد عدد ساعات من القيلوله اكتر، ولكن عدد ساعات النوم بالليل بيقل. طب ده يرجع لايه؟ بيحصل لخبطه في الساعه البيولوجيه. يعني كل ما الواحد بيكبر في اجزاء معينه من المخ بيحصل فيها نقص في الوظيفه بتاعتها، فبتخلي الساعه البيولوجيه مش منتظمه. دي من الحاجات الحقيقه اللي بتعمل عندهم مشكله كبيره جدا. صحيح. فدي من الحاجات اللي كان اتقال عن حاجه زي الميلاتونين، زي الحاجات دي ممكن تفيد فيهم لانها بترجع نشاط الساعه البيولوجيه ديت الى طبيعته. اهم حاجه في الكبار كمان ان هم ما بيمروش بمراحل النوم العميق قوي، عشان كده تلاقي كتير الشخص المسن مهما ينام بالظبط بالظبط. دي من المشاكل الكبيره جدا. طب ممكن نتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها بان احنا بنحاول نرجع الساعه البيولوجيه الى طبيعتها. يعني اي واحد عنده شخص مسن خصوصا اذا كان بيجي له مشكله في النوم بالليل، الافضل ان انا ما اخلوش ينام بالنهار. يعني احاول اشغله بالعافيه بالعافيه. مش بالعافيه، يعني بحاول ان انا اتكلم معاه. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ تخيل حضرتك عندك شخص مسن، وخصوصا اذا كان عنده مثلا ضمور في الخلايا بتاع المخ، عنده الزهايمر. انت لما بتلاقيه نايم بالنهار بتقول سيبه خلاص، يعني احنا مرتاحين. يعني اللي بيحصل ايه؟ انت بتسيبه بيجي بالليل بيحصل انه بينشط. صح. فممكن يقوم يهلوس يلخبط. بالظبط بالظبط، لان هو الساعه البيولوجيه في الاطفال اللي هم حديث الولاده ما بتبقاش مكتمله، وكل ما الواحد بيكبر كل ما بتبدا تقل تاني، بيبقى ليها زي دوره حياه. صحيح. فافضل حاجه ان انا ما اخليش الشخص المسن ينام بالنهار. وفي حاجه مهمه قوي، ان انا اعرضه لضوء زي ضوء الشمس. كتير احنا بنخلي المسن في البيت ما بنخرجوش، لما الواحد بيخرج لضوء زي ضوء الشمس ده بيعمل تنبيه للخلايا المسؤوله عن تنظيم الساعه الحيويه او الساعه البيولوجيه. هايل. قبل ما نختم بايه هي اهم العادات اللي ممكن تؤدي الى ان الواحد يبتدي يخش في النوم في مرحله كويسه فيوصل ل5 مراحل دول، ايه اللي هيحصل يوم الجمعه بالظبط ان شاء الله؟ هو يوم الجمعه الحقيقه احنا ده طبعا دي حدث عالمي، اللي هي الجمعيه العالميه لطب النوم بتوصي بان احنا نعمل توعيه. يعني زي ما حضرتك بتقول كتير من الناس ما تعرفش
ايه هي وظائف النوم؟ ايه اهميه النوم الصحيح؟ لو عندي مشكله في النوم اروح فين؟ ازاي ان احنا نهتم بالنوم في الناس في مهن معينه، السواقين، الحاجات دي. هو الغرض من الموضوع احنا نعمل توعيه. يعني الحقيقه دي هنعملها كخطوه اوليه، لكن ان شاء الله المفروض ان هي عقوبه بعد كده خطوات تكميليه. تمام. لكن هو الغرض من الموضوع هو يعني بس ده مش زياده اول مره يتعمل الوعي. في مصر. هو احنا كنا عملنا بس ما كانش مرتبط باليوم العالمي، يعني تمام. دي اول مره ان احنا نعمل حدث يواكب العالم كله. هيبقى فيه مثلا ايه ندوات، هيبقى فيه حفله، المفترض ان احنا هنعمل زي ورشه عمل من ساعتين الى ثلاث ساعات. متخصصين ولا ممكن اي حد يحضرها؟ لا، هي لاي حد مفتوحه فين؟ مفتوحه، تتعمل في قاعه التدريب اللي هي ملحقه بمركز الطب النفسي اللي هو مستشفيات جامعه عين شمس. تمام، في مقر جامعه عين شمس. من الساعه 2:30 الى الساعه، يعني هنقعد ساعتين ثلاثه. هي الغرض منها ان احنا نعمل توعيه، هي. يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني ايه نوم، وظيفته ايه، ازاي تعليمات النوم الصحيح ايه، والاهم من كده لو عندي مشكله اروح فين. لو انا بعاني من اي مشكله في النوم، امتى اقلق، امتى اقول ان المشكله دي محتاجه تدخل مثلا طبي، ولو محتاجه تدخل مين الناس اللي انا اروح لهم. بس المنومات، الحاجات اللي بالكي والحاجات اللي بالذات دول، الحاجات دي ناس كتير بتعتمد عليها دلوقتي بشكل اساسي، وصف في ظروف حياتنا اللي هي بقت صعبه جدا. هو الحال حضرتك ايه؟ دي من الحاجات بقى اللي عايزين نعمل عليها توعيه كبيره. اسوأ حاجه ان انا اروح عندي مشكله في النوم واسال واحد زميلي، واحد جاري، فيقول لي والله انا باخد ده وبنام، او ان انا اروح للصيدلي. ده كلام سيء جدا. ليه؟ لان الارق في معظم الحالات هو عرض وليس مرض في حد ذاته. يعني هو الارق ده زي الصداع، بيبقى عرض لحاجه. يختلف كثيرا علاج الارق اللي سببه الاكتئاب عن علاج الارق اللي سببه القلق عن علاج الارق اللي سببه شيء عضوي. فالعلاج هيختلف تماما. ما ينفعش ان انا اعالج عرض بس، هيبقى عامل زي ان عندي صداع وباخد مسكن من غير ما اعرف ايه سبب الصداع ده. هيكون النتيجه ايه؟ هيكون النتيجه ان انا ممكن اتعود على العقار دوت، وممكن يضرني اكتر منه يفيدني. فدي الحقيقه من الحاجات الخطيره، والحقيقه بتحصل عندنا طبعا في دول كتير. حضرتك ما تقدرش تروح تجيب من غير روشته. حضرتك بتتكلم بس عندنا برضه مفروض كده، بس احنا بنظبط. حضرتك بتتكلم عن المنومات او العقاقير الطبيه. لا، الناس بتستخدم حاجات تانية عشان تنام بيها. بيستخدموا ادويه كحه، بيستخدموا حاجات من الحاجات المسكنه والمخدره. كل واحد ومزاجه بقى، كل واحد ومزاجه، واللي بيصادف ان هو يلاقي حد يقول له. ايوه، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نوعي بيها، ان ما ينفعش انا من نفسي كده اروح واخد دواء من غير استشاره طبيب. وعشان مش نايمني يبقى ده معناه ان هو تمام يعني خالص خالص. ما انا ممكن بحله حل مؤقت، وممكن ينيمني. في ناس بيقول لك انا باخده مره لما ببقى حاسس، يعني حاسس ان انا عندي مشاكل، وبعد كده خلاص ما باخدوش تاني. في ناس بيقول لك كده، بس باخده عند الضروره مثلا. تمام. برضه يفضل لو ده الموضوع ده بيتكرر انه يكون مستشير طبيب. يعني مش اي دواء يناسب اي حد. دي حضرتك بس مثال. ممكن انا اخد دواء من الادويه المهدئه اللي ممكن تاثر لي على التنفس بتاعي. يعني تكون مشكله النوم بتاعتي ان انا عندي مشكله في التنفس بتخليني ما انامش كويس. لو خدت منوم هنا ده ممكن يزود مشكله التنفس. هعرف الكلام ده ازاي؟ يعني يفضل ولو حتى مره. صحيح. يعني يروح لمتخصص مره يقول له لا تقدر تاخد الدواء ده. وقتنا خلاص خلص سريعا. تمام. جدا 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 جدا. ايه اهم حاجات او العادات الصحيحه لضمان نوم صحي؟ سريعا جدا. اهم حاجه ان الواحد يحترم النوم. يعني صحيح. كلنا عشان الظروف الاقتصاديه والواحد بياخد من ساعات النوم. اهم حاجه ان انا لازم ابقى مخصص، زي ما بخصص وقت للاكل لازم يبقى مخصص وقت للنوم. تاني حاجه احاول على قد ما اقدر ان انا اظبط نومي وصحياني، يعني على قد ما بقدر يبقى نومي في ميعاد ثابت وصحياني في ميعاد ثابت قدر المستطاع. تالت حاجه احاول ان انا افضي دماغي من اي حاجه قبل ما انام. يعني من الحاجات اللي بتعاكس النوم العميق قوي ان الواحد يبقى قلقان او بيفكر او متوتر او باله مشغول. فانا داخل تيجي هتحط راسك على المخده وتقعد تفكر في اللي حصل في اليوم اللي هيحصل بكره. دي عادتنا احنا كلنا على فكره، للاسف هي عادات سيئه. اي واحد عنده نقرا مثلا، يعني بشوف الاجانب دايما في افلام الاجنبي يقول لك ايه، انا داخل انام يمسكوا الكتاب يناموا على الكتاب. ما هو برضه المفروض حضرتك تقرا حاجه ما تكونش منبهه للمخ. يعني المفروض ما اعملش اي نشاط لو انا عندي مشكله في النوم. اللي ما عندوش مشكله يعمل اللي هو عايزه. لكن اللي عنده مشكله في النوم مفروض ان هو قبل ما ينام ما يعملش اي نشاط يعمل تنبيه للمخ. يعني ما اشوفش برنامج مثلا هيشدني فهتفاعل معاه، ما اقراش كتاب يكون للي عندهم مشكله. اللي ما عندوش يعمل اللي هو عايزه. بالاضافه الى نقطه مهمه قوي، تجنب استخدام المنبهات بكثره والادويه عمال على بطال. دي من النقط المهمه قوي.
دكتور طارق أسعد، مدير معمل النوم بالمجمع الطبي بجامعة عين شمس. يوم الجمعة بنفكر حضراتكم تاني، اللي مهتم سواء متخصصين أو غير المتخصصين، الساعة كام تبدأ الساعة الورشة؟ 2:30 بإذن اتنين الله ونص في قاعة التدريب الملحقة بمركز الطب النفسي إن شاء الله بجامعة بمقر جامعة عين جامعة شمس. عين شمس. كلام مهم جدا الحقيقة عن النوم وعن أمراضه اللي طلعت، مش بس مشاكل، طلعت أمراض. ربنا كده ما يجيب أمراض نوم أبدا. في فيسبوك جروب في فيسبوك جروب، اللي هو في احن لو ممكن انك تقول حاجه، تقوله بسرعه. او اسمها sleepmedicineegypt.com sleepmedicineegypt.com دي سايت، وبرضه موجود على الفيسبوك كجروب وكده. برضه على واللي الفيسبوك احنا مهتم عاملين انفيتيشن وعاملين للورلد سليب داي، يعني اللي هايل يقدر يعمل ابلكيشن على الفيسبوك. هايل. احنا برضه من خلال موقع نهارك سعيد، من خلال اليوتيوب شانل، هتلاقي كل التفاصيل دي بعد شويه على طول للي مهتم برضه يعرف اكتر، وعلى تويتر اكاونت اكيد. في دي هروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.